السلام عليكم. بسم الله. إذن في هذه الحصة عندنا حل المسألة التي تقول لدينا X و Y بحيث مجموعهما يساوي 41، ونطلب حساب القيمة X ناقص 20 أس 2021 زائد Y ناقص 21 أس 2021. إذن المطلوب إذن إيجاد قيمة هذا التعبير. نعم، إذن فإن الموضوع هنا يرى بأنه صعب جدا، بحيث توجد هناك قوى 2021، فإنها إذن أعداد كبيرة جدا. إذن فكيف الخروج من هذا المأزق؟ إذن للخروج من هذا المأزق يجب أن نفكر باستعمال طريقة ذكية، أو ما يسمى بالفرنسية أستوس. il faut trouver une astuce pour s'en sortir. إذن سنتعامل معها بهذه الطريقة إن شاء الله، وسنلقى الحل. إذن ننطلق من X زائد Y تساوي 41، ونلاحظ مقارنتها مع X ناقص 20 و Y ناقص 21، ما هي العلاقة بين هذه الكميتين؟ إذن نلاحظ أن إذا قمنا بX ناقص 20 زائد Y ناقص 21، فهذا يساوي 41 ناقص 20 ناقص 21، الذي يساوي 41 ناقص 41 يساوي 0. وهنا اتجهنا نقطة إلى الاتجاه الذي يمكن أن يوجهنا إلى إيجاد حلول. إذن لدينا X ناقص 20، إذن توصلنا إلى أن X ناقص 20 زائد Y ناقص 21 تساوي 0، و X ناقص 20 توجد هنا، Y ناقص 21 توجد هنا. إذن هناك علاقة مباشرة بين Y ناقص 21 و X ناقص 21. إذن Y ناقص 21 يمكن كتابتها ناقص X ناقص 20. وهنا نمر إلى القوى Y ناقص 21 أس 2021 تساوي ناقص X ناقص 20 أس 2021. وبما أن العدد 2021 عدد فردي، فهذا يساوي ناقص X ناقص 20 أس 2021. إذن ثم نرجع إلى هنا، بحيث إذن هنا لدينا هذه العلاقة، وهذه علاقة مهمة سنستعملها لإيجاد حل، لإيجاد العدد المطلوب. إذن بهذه الطريقة إذن سنحسب إذن X ناقص 20 أس 2021 زائد Y ناقص 21 أس 2021. إذن هذا يساوي، إذن سنعوض هذه بهذه. إذن X ناقص 20 أس 2021، إذن ناقص ماذا؟ X ناقص 20 أس 2021. إذن هذان العددان متساويان، إذن فرقهما يساوي 0، و
وبالتالي الحل أو القيمة المطلوبة هي صفر. إذن القيمة المطلوبة هي صفر. إذن بهذه نأتي على نهاية هذه الحصة، وأتمنى لكم الاستفادة، وشكرا وإلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.